أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد علي الحربية إلقاء القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش متخصصين بزرع وتفجير العبوات اللاصقة والناسفة في المحافظة، مؤكدا أن العملية تمت بسواعد أبطال المقر المتقدم المتمثلة بخلية الصقور الاستخبارية. نجد في هذا اليوم البشرى لأهالي كركوك الكرام بالعمل الجبار الذي قامت به خلية الصقور الاستخبارية بالتعاون مع القطاعات الماسكة في المقر المتقدم، وأيضا بالجهد الفني لجهاز مكافحة الإرهاب السيمانية بالتعاون مع هذه الخلية بإلقاء القبض على الخلية الإرهابية في محافظة كركوك المتكونة من 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، قاموا طوال الفترة الماضية منذ عام 2019 ولحد الآن بنصب العبوات اللاصقة والناسفة لدوريات شرطة النجدة في محافظة كركوك بأكثر من 4 أماكن، وأيضا إلى أفواج الطوارئ وإلى مواطنين مهمين في محافظة كركوك داخل المدينة، بجهد فني ومتابعة من قبل خلية الاستخبارات والجهد الفني لجهاز مكافحة الإرهاب السيمانية وكذلك القطاعات الماسكة في محافظة كركوك، ومنذ فترة طويلة ومتابعة دقيقة من قبل هذه الخلية تم إلقاء القبض على عناصر الخلية وهم 3 عناصر من داخل مدينة كركوك، وبهذا قد انتهينا من هذه القضية، قضية العبوات اللاصقة للمواطنين، ونحن مستمرين بتفكيك ما تبقى من هذه الخلية من أجل الأمن وأمان محافظة كركوك. فكل الشكر والتقدير إلى خلية الصقور الاستخبارية وكذلك الجهد الفني المساعد لها وكل الذين ساهموا وساعدوا بإلقاء القبض على هذه الزمرة التي تعبث بأمن المواطنين في محافظة كركوك، وإن شاء الله قواتنا مستمرة في كل قواطع العمليات سواء داخل مدينة كركوك أو باقي المناطق في جنوب غرب كركوك من أجل توفير الأمن والأمان.